مع احتدام معركة طرابلس وتقدم قوات الجيش الوطني الليبي باستمرار على جبهات القتال المختلفة، ومع تضاؤل فرص التسوية السياسية، خرج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج بمبادرة جديدة لحل الأزمة في ليبيا. مبادرة السراج دعت إلى عقد ملتقى الليبيين بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة تمثل فيه كل القوى الوطنية من جميع المناطق، ويتم الاتفاق خلال هذا الملتقى على خارطة طريق للمرحلة المقبلة وإقرار قاعدة دستورية مناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية عام 2019. ومع تأكيده أنه لا حل عسكري للصراع في ليبيا، دعا السراج المجتمع الدولي إلى دعم مبادرته وفتح تحقيق دولي فيما وصفها بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت خلال معركة طرابلس وغيرها في المدن الليبية كافة. بعدد من هذه مبادرة السراج تأتي بعد أيام قليلة من مطالبة مبعوث الأمم المتحدة لليبيا غسان سلامة طرفي الصراع بإطلاق مبادرات لحل الأزمة وتوقعه بخروج أطروحات في هذا الصدد، وهو ما يمهد الطريق أمام قبول الأمم المتحدة للمبادرة ودعمها لها. ندعو المجتمع الدولي إلى دعم هذه المبادرة. غير أن مبادرة السراج تثير تساؤلات عدة بشأن توقيت طرحها والهدف من ورائها ومدى الاستجابة التي يمكن أن تلقاها من الطرف الآخر، لا سيما في ظل استمرار المعارك على تخوم العاصمة. وهل هي مناورة سياسية من السراج لتخفيف الضغط عن قواته في طرابلس، خاصة مع تأكيد الجيش الوطني ضرورة السيطرة على العاصمة وطرد الميليشيات منها قبل البدء في أي إطار سياسي لحل الأزمة؟